مبابي فين وينه؟ مبابي الله اعلم وين، ما يلوجوا عليه توا في التيران كي يجري، الله اعلم. مبابي وريز مبابي، وين مبابي؟ اين مبابي؟ تونس اليوم الصراحه لعبوا مزيان، تقاتلوا بين تفرجوا في الماتش المغرب، دخلوا موتيفين فهمتي، بصح للاسف مصر هما كانش بيد يديهم، ربحوا ولكن كان خصهم يتسناو استراليا تخسر، غلبت استراليا للاسف ما دازوش. الصين خرجوا راسهم مرفوع فهمتي، غلبوا فرنسا، راه بطل النسخه اللي فاتت، راه انجاز هذا. عاش خويا، انتم شجعتونا، مبروك عليكم خويا، وقفتوا بلجيكا ولا وسعوديه، وقفت الارجنتين، احنا اليوم وقفنا فرنسا ما شاء الله، الدول العربيه بينات على العلم كاع ديالها، ما كملناش ان شاء الله، انتم تكملوا احنا وراكم خويا. هارد لك ليكم، تحيه تونس ويحلى للجرو ماغريب. يلا حبيبي، بالنسبه للفوز المنتخب التونسي ما فماش حتى حل ثاني، اليوم دخلنا الانتصار او الانتصار. لعبنا ضد منتخب فرنسي يقولوا بطل كاس العالم، لكن حطيناه في مكانه، حطيناه في حجمه. للاسف الدنمارك ما كانتش لعبه كوره، يعني الدنمارك تخسر من استراليا صراحه هذه وجعتنا ياسر، لكن الحمد لله يعني كي حطوا كوره في الارض الجواريات ولعبوا كوره صحيحه وصلنا ربحنا باربع نقاط وما نترشحوش للاسف. ان شاء الله خيرها في غيرها، ونشوف ان شاء الله اداء احسن في المستقبل ان شاء الله. خويا انا بالنسبه ليا معناتها كان لعب بنفس التكتيك بنفس التشكيله اما بنفس القرحه وبنفس الرجله في التيران تروح استراليا، نورمالمون رانا مترشحين رانا زاهين، اما مش مشكل باقي نفس فرحانين، ماكش ربح اي كيب، ماكش ربح حتى استراليا، ربح فرنسا بطل العالم 2018 ربحها، خارج على الاقل راسك مرفوع ميمتو، مي في اي بروشين ماتش لازم تلعب بنفس الريتم، مطالب منك انك نفس الريتم هذاك هو شنو مطالب منك. والسلام عليكم. ماتش باهي برشا، ماتش مزيان، الله غالب ربحنا ما ترشحناش، جاي خير بحول الله، وهوكا جلال قادر يفهم وعرف انه ليكيب اللي هبطها هذه هي اللي تلعب وهي اللي تربح، يزينا من الشياب القدم اللي عندنا يزيهم الكوره هذوك ما عادش يلعبوا، خلي العباد هذه اللي تعرف تكور خلي تكور. Have a good game for Tunisia. I am here to support Tunisia. خوكم محمد من تونس، يجد عليكم مريول. مريول بدلته مع واحد برازيلي، عجبوا ماتش تونس، يعطيكم الصحه الاولاد. صحيح ان شاء الله ليكيبات الاخرين العرب السعوديه سيتو المغرب ويعملوا يعطيهم الصحه، خاطر لا في ماتش في الاخر. بالحق حاجه باهيه على جميع المستويات، ان شاء الله الجاي خير. ان شاء الله نتعلموا من الاخطاء اللي عملناهم هذه، ولا الكيبات العربيه الكل يتحسنوا ويقدموا ما خير، يعطيكم الصحه. ميرسي. التوفيق للمنتخب التونسي، شرفتونا نحن كعرب، مباراه للتاريخ للامانه. المنتخب الفرنسي منتخب عريض، عندك مبابي، عندك ديمبلي، حاول المدرب في الشوط الثاني انه يرجع في المباراه ولكن ما قدر صراحه. كل التوفيق للمنتخب التونسي في المناسبات القادمه، وهذا رساله لكل العرب ان العرب قادرين الوصول لابعد مكان ان شاء الله في كل المونديالات. كنا نتمنى تاهل المنتخب التونسي، بصح لعبوا في شجاعة وفوز سحقونا مباراة كبيرة المنتخب، ولا وجود لمبابي، ما كناش ننتظروا هذا الأداء، كنا نشوفوها في التلفزيون، جينا شناها في الملعب. هارد لك المنتخب التونسي، وغدوة إن شاء الله رانا مع المغرب إن شاء الله، وبارك الله فيكم. حاضرة مع أخواتنا العرب، المغرب الكبير.